طبعا يعني أين الأمراء وكذا والقيادين؟ تركوا ذهبوا من زمان. أكيد الآن في تركيا أو أوروبا أو العراق أو كذا، مش كثير منهم أصلا في العراق، فأظلوا هم عمال الركاز وعمال النفط وكذا، وظلنا إحنا أول ما تجي لحلب يأخذوا منك جواز سفر تبعك، وهذا لا يكون سبب إلا يزوروها مرة ثانية ولو مثلا صورتهم عليها ويطلعوا مكان ثاني بها. فأنا رأيت فيهم أن كانوا جاهزين أمورهم للطلوع منذ زمان. كنت أدرس هندسة ميكانيكية، كان سفري من المغرب، من أمريكا للمغرب، بعدين إلى تركيا، بعدين دخلت إلى سوريا عن طريق حلب، وفورا ودوني على موصل. أصل لماذا قالوا لي تعالوا، لماذا جيت؟ اقتنعوني أو كذا على أجي حتى أساعد المسلمين. شماري في حلب ما كان حرس عليها، أخذونا الحدود وقالوا اركضوا، ركضنا ممكن ما أدري كم 200-300 متر، دخلنا فور نساء ورجال في الليل، فما رأيت لا جندي تركي ولا حرس ولا شيء. قالوا لي تصير دكتور في 3 سنوات، من شدة الحاجة يحتاجوا الأطباء، ما في منظمات خيرية، ما في يعني ما في جهة معينة تساعد الناس، كثير أطباء ذهبوا مثلا تركيا أو إلى أوروبا، فهذا واجب عليك كمسلم وكذا وكذا وكذا. فاقتنعت من هذا الشيء فأتيت للدولة، ثم رحت إلى الموصل. كنت أنا لأننا كذلك أمريكي، يعني لا يستفيدوا مني بسبب بالنسبة للإعلام طلعوني هذا الشاب أمريكي هاجر، تعال هاجر من أمريكا، هذا مثلا كذا أو كذا أو كذا، يستفيدوا مني، فكانوا يدللوني كثير. رأيت هناك كثير من الظلم ضد المسلمين، ضد المسلمين اللي هم أصلا مثلا جنودهم أو مناصرهم الشديدة، وعلى العوام والمدنيين بشكل عام.